مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد الشيخ العلامة حازم صلاح أبو إسماعيل، أعظم مفكر إسلامي في القرن 21 حتى الآن. شيخ حازم يتناول في هذه الحلقة ملمح مهم: إعداد المسلمين للجهاد. من هم كانوا أعظم مجاهدين في التاريخ الإسلامي؟ المجاهدين في غزوة بدر، ده ناس عدد قليل وبدون تسليح، وتسليح كان ضعيف جداً، خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يقابلوا أقوى جيش ولم يسبق لهم أن انتصروا. دي ناس رايحين معركة بكل المعايير العسكرية، احنا خسرينها، احنا نموت فين؟ المهم ولم يسبق لنا النصر. دول بيسموهم الآباء المؤسسين، دول أول من سلكوا الطريق واستكشفوه، تمام؟ فالذي حدث إيه بقى؟ الناس دي صفاتهم إيه؟ ده الناس دي في ناس لسه أسلمت منهم من شهر، ناس أسلمت من شهر داخلة تقاتل وتجاهد في سبيل الله. طب فين التربية 80 سنة؟ انت عارف قادة الإخوان المسلمين كل ما تيجي تقول لهم يقول لك والله احنا لسه التربية، الشعب عاوز يتربى، والشعب ده مسلم أصلا. يعني انت بقالك 80 سنة بتربى، يعني يا عم لو بتفرخ فراخ كانت يعني أجيال أجيال أجيال. فالرسول صلى الله، يعني خالد بن الوليد رضي الله لما أسلم وطلع يجاهد على طول مع المسلمين، ايه التربية اللي خدها؟ بل الشيخ حازم هيذكر وقائع ان يجي واحد للرسول صلى الله عليه وسلم شاب ويقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، يقول له يا رسول الله اعمل ايه؟ يقول له يلا احنا طالعين نجاهد، يلا تعالى جاهد معانا. فين بقى التربيه الاخوانيه ولا التربيه مش عارف ايه؟ مفيش. مش معنى ذلك ان التربيه مالهاش اهميه، لا. الشيخ حازم بيتكلم فيه مبدئين مهمين جدا، انه في الحركه العامه للدوله المسلمه او للمجتمع المسلم او للشعوب المسلمه، والحركة الفردية لكل مسلم داخل هذه المنظومة. فلا بد تكون حركة المسلمين في الفردية داخل المنظومة ماشية مع الحركة العامة للمجتمع المسلم. يعني المسلمين النهاردة طالعين يقاتلوا في غزوة بدر، وفي مسلم لسه داخل فورا، مش هقول له روح اتربى، انا بعمل ثورة. واحد والله جاي ويعني لسه أسلم، تقول له تعالى، مش هقول له بقى لسه والله يروح يشرب لسه يروح كذا. افرض يا أخي لما حصل انقلاب عسكري في تركيا والمخابرات الأمريكية طلعت العملاء بتوعها لقتل القيادات المسلمة في تركيا وإعادة احتلال تركيا المسلمة مرة أخرى، مش في ستات ما كانوش محجبات نزلوا في الشارع؟ أقول لك لا والله إحنا مش هننزل حالاً بقى. ما هو بقى بالتفكير بتاع النور، إحنا والله هنسيب الانقلاب يمر. ليه؟ لانه لسه الشعب التركي ما ترباش. انت شايف يا اخي مش في ستات غير محجبات يا اخي؟ لسه لما يتحجبوا يبقى ننزل ضد الانقلاب. دي ناس يعني يا عبيطه يا بتستعبط. ليه؟ لانه ايه اللي حصل الان؟ ايه اللي عدو حالا؟ في حالا انقلاب على المسلمين، في حالا احتلال بلاد المسلمين. والله لو جت الرئاسه يا عم تصدروا خلاص اتفضل. هو لما المغول جم يحتلوا القاهره مش خرج اللي بتوع الفساق والفجار شالوا السلاح وطلعوا يجاهدوا في سبيل الله؟ حتى واحد مسلم بيقول للشعب بايظ، قلت له والله الشعب مش بايظ، اقسم بالله انت لو في قيادات سليمه والله بتوع الكبرهات في الهرم لا يطلعوا في الثوره. وانا ذكرت لكم من قبل انه الشيخ حازم كان هناك من يمول، والذي قال لذلك مسؤول حمله الشيخ حازم في الهرم، قال لك في بعض اصحاب الكبرهات بيتبرعوا لحمله الشيخ حازم. فبنقول لهم ليه يعني؟ قال لك عاوزين نتوب. فلو وجدوا، فهنا الشيخ حازم بيتكلم ايه في الحلقه؟ انه في حركه المجتمع المسلم ككل، الافراد لكن لو مفيش حرب خلاص هنقعد نربي ونشوف كده. انا عاوز نشوف الناس، يا ريت حد يعمل دراسه عادي المسلمين في غزوه احد 313 كام واحد مسلم منهم اسلموا قبل الغزوه بقد ايه؟ مش هنقعد بقى لنا 80 سنه بنربي وتربية وما فيش حاجة، ما فيش عائد، حكمت كم بلد بعد 80 سنة؟ ولا حاجة. فنتابع مشاهدينا ونعرف نقارن بين القيادات المسلمة اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم كقائد بيعمل ايه في المسلمين وخدهم ازاي للجهاد، وبين اللي بيحصل بقى حاجة كل ما يقول لك يلا نعمل سوا يقول لك لا والله اصل لسه هنرب في الناس، بقى لهم 80 و100 سنة وبيربوا. فنسمع مشاهدينا للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. ايها الاخوة الاحباب، هذه الرابطة بين المؤمنين ماذا أسميها؟ وقد سماها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان، رابطة بين المؤمنين بين بشر وبشر
يجعلها ربنا عز وجل أوثق عرى الإيمان، لأن الله يريد سبحانه وتعالى أن يجعل من المؤمنين أمة واحدة. لا أتحدث عن ظاهر أجسادهم، وإنما أتحدث عن حقائق قلوبهم، قلوب تهفو ولو خلت، تهفو لبعضها. كلما خلى الإنسان ذكر إخوانه فشعر بأن قلبه يتوجه إليهم. إذا فعل العبد بهذا دعا لإخوانه بظهر الغيب. إذا بالحديث يقول إن من الدعاء المقبول الذي لا يرد دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب، لأني إذا دعوت لك استجابة لطلبك أن أدعو لك، أو دعوت لك في وجهك، فهذا لا يصل درجة أن أخلو فأنفعل بحبي لك فأدعو لك. أية تربية تلك التي يوطن الإسلام عليها أبناءه، فيصبح العبد معلقا بإخوانه في الله محبا له. وإذا تغير هذا الحب في الله، إذا بالمرء يخاف على قلبه، لأن علامة حب الله أن تحب المرء لا تحبه إلا لله. لذلك أيها الإخوة، فنحن عندما نقف أمام هذه العملية الضخمة الرائعة، غزوة بدر، أسبوعي هذا الذي مضى ظللت أعايش هذه الغزوة في معظم خلواتي، فوجدت أن غزوة بدر على صغر وقلة الأحداث فيها شكلت ملحمة حضارية ضخمة جدا، لدرجة أنها وضعت المعالم والصفات والسمات للمسلم بعد أن قامت دولته. بعد أن قامت دولة الإسلام، لا أحد يعرف شيئا عن المسلمين إلا المسلمون في داخل مجتمعه. إنما في غزوة بدر هذا أول اتصال بين المسلمين وبين أعدائه، فأن ترى المسلم وهو بعد قهر دام 15 عاما يكرم جثث الموتى من المشركين الجاحدين من عبدة الأوثان، أن تراه لا يتركها للسباع وللجوارح من الطير كما يفعل الرومان وكما يفعل الفرس والهندوس والعرب في الجاهلية، يتركون جثثهم لسباع الطير بعد قرون طويلة، كل منتصر يترك جثث قتلاه لسباع الطير تأكلها. تأتي حضارة الإسلام التي تظهر الآن لأول مرة بعد هذه القرون المتطاولة لتواري جثث القتلى وتدفنها تكريما لها، لأن الله تعالى يريد للمسلم أن يكون فعلا على هذا المستوى الرفيع. ثم أن تجد بعد الغزوة كافرا كان بالأمس يمسك السيف ليقطع به رقاب المسلمين وقع اليوم في يد أسير، أعيده إلى بلده وأعيده إلى أهله. إذا نقل 10 من أبناء المسلمين من عتامة الأمية إلى نور القراءة والكتابة، معنى ذلك أننا أصحاب أهداف حضارية أيها الإخوة في نقل هذا. اليوم أقف أمام معلم في غاية السمو حدثت به غزوة بدر، وهو ما حدث بعد غزوة بدر. ما الذي حدث بعد غزوة بدر؟ أنا ألفتكم أيها الإخوة إلى رابطة الحب في الله. ماذا تفعل بعد غزوة بدر؟ وانتصر المسلمون وأخذوا غنائم وأنفالا من المشركين، أصبحت لهم مكانة. كان من أول ما وقعوا فيه أنهم سنين 313 انقسموا إلى فئات 3. خلي بالك، لأني سأنقل لك معنى لو تعلمناه وحده الليلة، مش الليلة بس، احنا لو فضلنا سنة حتى يستقر في قلوبنا يكفي ويبقى كمان
يعني بركة في الوقت. انقسم المسلمون 313 دول إلى فئات ثلاث، كل فئة منهم تطالب بالغنائم والأنفال لنفسها. الفئة الأولى قالت ده إحنا اللي خدنا الأنفال، إحنا اللي جرينا وراء المشركين وقد تفرقت نعاجهم وإبلهم وأموالهم وذهبهم فأخذنا هذه الأموال، وكعادة العرب وكأعرافهم نحن أخذنا الأنفال فهي لنا. فقام آخرون وقالوا من قال هذا الكلام؟ أنتم أخذتم الأنفال، لكن لو أن المشركين كروا عليكم لما خلوا بينكم وبين الأنفال، ما كنتوش تعرفوا تأخذوا الغنائم. فمن الذي قاتل المشركين في اللحظة التي كنتم تأخذون فيها غنائمكم؟ نحن. يبقى إحنا اللي كنا بنقاتل في هذا الوقت فتركنا لكم الفرصة، فنحن أحق بهذه الغنائم وهذه الأنفال. وقامت فئة ثالثة توشك ألا يكون لها دور في المعركة. يعني افرض حتى 100 و100 و100، 130 لقوا نفسهم ملهمش قيمة، احنا ما عملناش حاجة. فقالوا الله، أكنا نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حرس عرينه ونحن حرس مركز القيادة، أنخلي بينه وبين الكافرين لنلحق بالغنائم؟ أفإذا حافظنا على مركز قيادته الذي نحميه نحرم من الغنائم بمقولة أن طب والله انتوا جريت وراء الشاه والبعير وانتوا جريت وراء الكافرين ونحن كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخلاف يا إخواني عجيب غاية العجب على فئة باعت الدنيا كلها في سبيل الإسلام. إيه ده؟ ناس سابت مكة فيها البيوت والأموال والأولاد وفيها كل شيء وهاجرت وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قلة مستضعفة ضعيفة قليلة العدد ضعيفة العدة، ومنهم من كان الموت أو القتل أقرب إلى عنقه من أي شيء آخر، جايين يتخانقوا على مثلا على غنمة ولا على حتة ذهب؟ ما هذا؟ ولكن قبل أن تسرع إلى نفوسنا التي تشبعت بسمات العصر الذي نعيش فيه، قبل أن تسرع إلينا أنهم يريدون المادة، أحب أن أقول لكم هذه أول معركة بين المسلمين وبين أعدائهم، وهم يريدون أن يروا الله، أن يروا الله عز وجل منهم ثباتا. فكان حظ الواحد منهم من الغنائم والأنفال ومجرد دليل على حسن بلائه في المعركة، ليس أكثر من هذا. تماما كهذا الرجل الذي قاتل في معركة حتى قتل، ضرب طعن طعنة قاتلة، فحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تفيض روح، قبل أن تفيض روح الرجل، ووضعت رأسه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل يحتضر. فنظر الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له بكل انفعالة المؤمن يا رسول الله هل أنا شهيد؟ اللهم انته مقتول، ولكنه يريد أن يأخذ شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يقاتل لا حمية ولا رياء ولا نفاقا، وإنما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فالمسلمون يسعون إلى الأنفال والغنائم في أعقاب غزوة بدر لا ليأخذوا شاه، فقد تركوا الشياه والإبل في مكة وهاجروا، لا ليأخذوا مالا، فإن هناك من قال لهم أترك لكم مالي كله وأهاجر، أسيب لهم 100,000 جنيه وأدور على 10 جنيه، ولكنهم كانوا يبحثون على المعبر تعبير الذي يعرفونه والذي تعودوا عليه والذي ألفوه، التعبير عن الشهادة لهم بحسن البلاء. لأنه لو تصورت أن فئة منهم فعلا ما خدتش الغنائم ورجعوا، معنى ذلك أنها فئة متقاعسة ولم تفعل شيئا ولم تجاهد وتركت أمر الإسلام. وأنتم تعلمون كيف يريد الإنسان أن أنت فاكر أنس بن النضر عمل إيه لما فاتته غزوة بدر؟ حزن حزنا شديدا، ما كان يعلم أنهم
يبحث يدركون قتاله، ما كانش عارف. فحزن حزنا شديدا لدرجة أنه أصدر عهدا وقسما لئن أشهدني الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم مشهدا آخر ليرين مني ما أصنع. ليه؟ لأن القلوب متوجهة إلى حسن البلاء. إذا فرض القتال والقتال يا إخواني كره. شوفوا إحنا عندنا أمل كبير أن نجاهد في سبيل الله إزاي، لكن يظل القتال كرها. قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فأراد المسلمون أن يثبتوا حسن بلائهم برغم الكره. أنس بن النضر يتغيب فيحزن ويأسى ويكاد يقتل نفسه غما لأنه لم يشهد بدرا. فكذلك الذين شهدوا مش عايزين يخرجوا من المولد بلا حمص، ليس من أجل الحمص والمال والعرض الدنيوي، وإنما من أجل ألا يسند إليهم أنهم فرطوا في حق عقيدة. لكن الشيء الرائع، الصحابي الذي روى لنا رواية عن هذا الخلاف قال لما اختلفنا في الأمثال وساءت فيه أخلاقنا، وساءت فيه أخلاقنا. ثم أبحث أيها الإخوة في كتب الحديث عن بني آدم واحد يحكي لي فلان الفلاني شتم فلان أو زعق له أو رد عليه، لا أجد إنسانا يقول عن آخر شيئا أبدا. قلت ما هذا المجتمع؟ إيه ده؟ ما هذه الروعة؟ عندما يختلفون لا يروي بعضهم عن بعض ربع أو معشار واقعة تسند شيئا، وإنما يستر بعضهم على بعض العيوب لرابطة بينهم، ويكتفون فقط بأن يقولوا ساءت فيه أخلاقنا. إحنا ساءت أخلاقنا. طب مين عمل إيه؟ مين؟ لا معلش، ده حاجة وعدت يعني، الحمد لله ربنا يغفر لنا ويعفو عنا. أما اليوم أيها الإخوة فإنه عسى أن يختلف الناس فتجب يعني أقول لك كتب تصدر تشرح مسلم يشرح مسلمين وفلان كذا وفلان كذا. ولذلك بيننا وبين الإسلام الحقيقي بون شاسع، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذه النفس فيها شهوة الغيبة، الغيبة دي شهوة. لما واحد يزعلني لذيني أقعد مع واحد أقول له إيه، استغفر الله العظيم، والله يا أخي أنا ما أقصد يعني أغتاب، بس هقول لك اللي حصل. أمال إيه؟ أمال أنت هتقول له ليه يعني؟ وبعدين تيجي تقول له واحد لا يا فلان حتى لو كده ما يجوزش ما ينفعش، يقول لك هعمل إيه؟ لازم أقول، هتجنن. ويقول ويصمم، وتسري الأخبار في المجتمع، وتجد إنسان قبل أن تراه عبارة عن شخص مهلهل عند بعض الناس. أنا أقارن هذا ببعض الذي حدث فيما بعد، يعني مع الأسف الشديد لما حدثت الفتنة الكبرى ودخل اليهود وتواروا خلف النفاق وأعلنوا الإسلام زي المشهورين بتوعهم عبد الله بن سبأ وغيره، حصل ايه؟ كتب بقى مليانة شتيمة. انا عايز اقول لكم حاجة، ده ربنا الحمد لله رب العالمين، ربنا عصم البلد دي مصر من امور كثيرة. في بعض طوائف التي تنتسب للإسلام لا تقوم عقيدتها في كتبها الا على سب الصحابة، ومنهم من يرى أنك إذا لم تعتقد بقلبك اعتقادا جازما أن الصديق أبا بكر كافر وملعون فأنت كافر. ومنهم من يبدأ من سنته أو شرعه في خطبة الجمعة أن يبدأ بالحمد والاستغفار والشهادتين ولعن أبي بكر وعمر وعثمان. موجود الطائف دي ولها وجود حتى الآن. هو إيه خدوجة وزنوبة ده؟ شبشب زنوبة وشبشب. هذه الأمور أيها الإخوة لما دخل اليهود وتستروا ودخلوا بدأوا يفسدون أخلاق المسلمين. لكن انظر إلى واقع إلى البدريين،
خرجوا من غزوة بدر لا تجد واقعة واحدة إنسان يسند وما تعرفش مين كان بيقول لي مين إيه. بعضهم أمة واحدة، بعضهم لبعض ستر وغطى كما نقول اليوم. الصحابة بعد الغزوة اختلفوا في الأنفال فعلا خناقة كبيرة، خناقة كبيرة جدا، وزي ما قلت لك كان ذلك علامة على حسن البلاء. ولذلك لما نزل القرآن الكريم في أعقاب سورة في أعقاب غزوة بدر نزل من هذا المنطلق. وأنا عايز يعني ألفت نظركم يا إخواني إلى أن القرآن الذي كان ينزل في أعقاب الغزوات دائما هو قرآن مربي، ولذلك الجهات التربية، وهتشوفوا ده دايما معانا. تخلص الغزوة من هنا تنزل آيات القرآن عبارة عن آيات تربية. ولذلك احنا في الإسلام، ويمكن دي تحل عندكم إشكالية، عندنا خطين سير مع بعض، خطين سير يمشوا مع بعض. خط سير الأمة الإسلامية بصورة عامة، مثلا بتمر بمرحلة مكية بيحصل لها تأسيس، بيحصل تربية، تكوين، عقيدة، ها ها ها، وهكذا، هجرة، قيام دولة، جهاد، وانت ماشي. وخط سير للأفراد الموجودين داخل حركة إسلامية. خط سير الأمة الإسلامية لازم يبقى واحد دايما، لكن خط سير الأفراد ما جيش على خالد بن الوليد وعمر بن العاص اللي أسلموا قبل الفتح بشهرين ثلاثة سنة 21 هجرية، 21 من البعثة، وقال لهم والله ده قبل ما أبو بكر الصديق يجاهد قعد 15 سنة يتربى الأول. استنى اركن 15 سنة والأمة تفضل تجاهد، وأما تخلص ابتدائي وإعدادي الثانوي تبقى تيجي تحصل. لا، هو يدخل فورا، يسلك فورا سبيل العمل الإسلامي اللي بتفرضه المسلمين ماشيين ازاي دلوقتي، ويتربى من خلال هذه الأحداث. الجهاد يربي كما أن كف الأيدي يربي، فرضية الزكاة تربي تماما كما أن الهدنة زي صلح الحديبية تربي. تربية المسلمون يتربون بوقائع الحركة الإسلامية باستمرار. أنا عارف الكلام ده جايز يبقى صعب شوية، فهسهله لكم ببساطة. واحد راح للرسول عليه الصلاة والسلام وأسلم، أعمل إيه دلوقتي؟ قال له خلاص روح صلي وادعو إلى الله. واحد تاني جاء وأسلم، أعمل إيه دلوقتي؟ قال له إحنا داخلين على معركة، خش جاهد معانا. ما يجيش واحد يقول لي لا ده لازم يبتدي بكذا ثم يأتي بكذا. لا لا لا، مش صحيح. وإنما الحركة الإسلامية هي التي تقترح وتفرض الشكل التربوي المطلوب، لكن الأمة الإسلامية على بعضها لا تجاهد إلا إذا توفرت لها المقاومات. أنا عارف أن الكلام ده قد يفهمه البعض ولا يفهمه الآخرون، لكن شوية شوية هناخد بالنا إن شاء الله. أما خلصت غزوة بدر كانت الآيات اللي نزلت كلها تربوية في أول سورة الأنفال. القرآن أول آية أول سطر من سورة الأنفال خلص مشكلة الأنفال والغنائم كاملة. قال لهم أنتوا بتشغلوا ليه بالقضايا الأمور دي؟ أنتوا مش مؤمنين؟ مؤمنين لكم قضية، اجروا روحوا بسرعة اقفوا عندها وتدبروا شأنكم فيه. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، خلاص مش بتاعتكم، نزعها الله من أيديهم تماما، مع أنه ادها لهم بعد كده، ردها عليهم بعد ذلك ووزعها بالطريقة اللي إن شاء الله نوصل لها، لكن في أول لحظة قال لهم خلاص قل الأنفال لله والرسول. أنتوا بقى أما هتبطلوا نقاش هتعملوا إيه؟ اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فورا رد المسلمون فورا من القضية التي دوختهم إلى قضية أخرى. يا خبر أبيض، هو إحنا علشان نثبت حسن بلائنا في أمر القتال وصلنا إلى أن احنا نهدم ونخرق شيء أساسي من معنى المؤمن وهو علاقته بإخوانه؟ ياه، لا، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إن كنتم مؤمنين. طيب احنا ما نبقى متخانقين واحد يجي يقول لنا كده، مش لازم واحد يستجيب له، يقول له أخي استنى بس، استنى ما نشوف الحكاية دي.
ما يجراش حاجة ما نشوف شوية. فقال تعالى في الآية التي بعدها: على فكرة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بلاش العنف بتاعك ده، تسمع وتقول لي استنى، لا استناش، أنت اللي قلبك يبتدي يرجف يرتجف من الله. وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. حس إنه بدأت السكينة تعود مرة أخرى للقلوب. مين يقدر يتكلم بعد كده؟ مين يقدر يتكلم؟ أنا كنت الحقيقة في الأسبوع الماضي في بعض اللقاءات كنت بشوف صورة عجيبة، حوالي 1500 واحد حاضرين، ناس ساكتة، يوم واحد يعترض ويعمل دوشة، واحد بني آدم، شخص واحد. فتبص تلاقي الناس كلها حريصة على اللقاء، وكل واحد يقول بس يا أخي اقعد يا أخي مش عارف إيه، خلاص هاجت الدنيا. ما هو واحد معترض وقايم له حوالي مثلا 200-300 واحد بيقولوا له اسكت. ولذلك من روعة تشريع الإسلام إنه من قال لأخيه والإمام يخطب أو على المنبر أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. والذين هم عن اللغو معرضون، دي صفة من صفات المؤمنين. لما واحد يتكلم أنت ساكت لأن هناك مسؤول على المنبر أن يرد عليه. الهياج ده مش طبيعة المسلمين. فكذلك هنا إذا تجادل المسلمون وذكر الله لازم اللي يحصل ان القلوب هي اللي تهتز. لو ما اهتزتش ارجع بقى اجري راجع قضية ايمانك، لحسن ده انت بتتكلم في الامثال وعايز حسن البلاء في الجهاد، ده قضية الايمان عندك هي اللي مهددة، واخدين بالكم؟ ولذلك جاءت الآية تقول ايه: اتقوا الله واطيعوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. فرجع يقولوا الله الايمان، الإيمان قبل حسن البلاء. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. النهاردة في أي خناقة بين اثنين ملتزمين تبص تلاقي واحد يقول لك لا إله إلا الله، سبحان الله يا رب، إيه ده بتعمل إيه ده الأسلوب الشرعي في الخناق الزعيق، يعني أستغفر الله العظيم، ده البديل بتاع الشتايم، بدل ما بتشتمه بتقول ذكر. إنما الإيمان إذا قيل اتق الله، عمر بن الخطاب كان إذا قيل له اتق الله في موقف اضطرب لها اضطرابة، اضطرب له بلاش. سيدنا أبو بكر الصديق وهو من هو، أنا مش عايز أتكلم عنه، إنما مين أبو بكر الصديق؟ لو الأمة كلها وفيها عمر بن الخطاب محطوطة في كفة، إيمان أبو بكر اللي يرجح إزاي؟ ما أقدرش آسع هذا الفهم، ما أعرفش إزاي أبو بكر الصديق بعد معاصرة للرسول عليه الصلاة والسلام 23 سنة في البعثة غير اللي قبل البعثة، كيف إن عمر بن الخطاب ده إنسان هو أصلح واحد لهذه الأمة أن يقودها، فاقترح أن يتولى عمر أمر المسلمين، وقعد سنتين أمير فازداد هذا عنده. لأن أنت فاكر إن لما الرسول توفي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر قدم عمر، فاكرين ولا لا في سقيفة بني ساعدة، قدم عمر وقدم معاه أبو عبيدة وقال واحد من الاثنين دول اختاروه، هو رأي عمر من الأول. لما قعد سنتين خليفة وأدركه الموت برضو قدم عمر، وانتهى الثقة، وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، وهو راض عن عمر بن الخطاب، وقال لو كان في أمتي محدثون فعمر بن الخطاب الفاروق، عمر مش عارف، عمر أول من يأخذ كتابه بيمينه، عمر بن الخطاب شيء كتير. فلما اختار اختيار دقيق، وانت عارف سيدنا أبو بكر كان يخشى الله، لكن لما راح لواحد وهو في سكرات الموت، مش هزار بقى، هو مات بعدها بدقائق، سكرات موت بيحتضر، دخل عليه واحد قال يا أبا بكر هتقول ايه لربنا لما تولي علينا عمر بن الخطاب وقد عرفت شدته؟ اتقي الله يا راجل، هتروح ربنا تقول له ايه؟ تقول له قلت عليهم عمر بن الخطاب وانت عارف انه جديد؟ ده عمر سيدنا ابو بكر ما كانش عنده انفلونزا، ده بيموت. فاذا به يرتج ويجلس معتمدا على يديه، يستجمع البقية الباقية من اي قدرة عنده، فقال أبالله تخوفونني؟ أقول لهم
أقول له اخترت عليهم من ظننته أتقى عبادك فيهم ومن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. ثم تخاذلت يداه ومات. بس الفكرة أنه وهو بيموت كلمة اتق الله كلمة هتقول إيه لربنا وهو يثق في أن اختياره لا هوى في عمر بن الخطاب مش قريب، وعمر بن الخطاب من قبيلة من عيلة منافسة، ومع ذلك كلمة الله حركت القلب أيها الإخوة. ولذلك القلوب دي لما تلاقي كلمة الله تقال ولا ترتج لها القلوب ولا تتجاوب معها، وانت ماشي على وجه الأرض ساعات واحد يبقى بيحرك رجله على أسفلت الشارع كده ويشعر أنه في قبضة الله وأنه يمكن أن يخطف من فوق الأرض بقبضة الله عز وجل، ممكن أن تخسف به الأرض فيخشى من ذنب لم يتب منه للحظة. يبقى شايف رجله بتتحرك، مين اللي بيحرك الرجلين دي؟ ده أحيانا واحد يبقى قاعد على كرسي ما يعرفش يقوم من عليه وقد كان يمشي. القدرة المحركة للقدمين دول الله هو الذي يضعها. ولذلك إذا ذكر الله يجب أن ترتجف وترتج القلوب وتشعر بمعنى أن تقف بين يدي الله عز وجل. اسمعوا يا أخوان، اسألوا أي واحد بيسوق عربية، عربيته سليمة ومعاه رخص وكل حاجة وبطاقة وكل شيء، لكن أول ما لجنا فيها كده يلاقي عقيد وعميد ومقدم ويؤمنين شرطة وشوية عساكر في الشارع، تبص لأيه خايف. انت خايف من ايه؟ ده انت صح، انت في حاجة، وبيشوفوا يلاقوا صح وبيمشي. لكن كلمة الله أكبر أحيانا أشعر أن هي مش موجودة داخل القلب بنفس عمق كبر العسكري اللي في الشارع، عميل الشرطة اللي في الشارع. أنت لم تخشى هذه اللجنة إلا لظنك بعظم مقامه نزل ليه، هيشوف الفانوس والخطة واللي 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 تشعر. أي موظف أي مدرس تقول له عندك تفتيش هيجي مفتش بكرة وهو عارف أنه صح، يبتدي يراجع في الكشاكيل وينبه على الطلبة وشغلانة كبيرة. ليه؟ لأنه يعلم. إنما إذا قال الله عز وجل، ولذلك أنا بقول لك الصحابة دول كان الإيمان يكتب في قلوبهم. فأنتم يا إخواني أنا أدعوكم إلى أن تتدبروا هذه الآيات تدبر المؤمن، تدبر المؤمن الصادق. وأنتم كل سنة طيبين، بكرة تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة اللي هي أيام العمل الصالح. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. تقربوا إلى الله بتدبر التربية القرآنية للمسلمين بعد غزوة بدر في سورة الأنفال. شوف تربوا إزاي وكيف حيوا بالإسلام. كلمة شوف كلمة اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أدت إلى إيه؟ إن مفيش رواية واحدة، يا سلام، مفيش رواية واحدة من صحابي ينتقد أو يسب فيها صحابيا آخر. أمة واحدة، كيان واحد، لا يخترق كيان واحد فيه حب ومودة. ولذلك برضو همشي شوية مع الفكرة دي وأقول لك حتى في الفتنة الكبرى، شوف أنا بقول لك اليهود عملوا الفتنة الكبرى بين المسلمين وكان من نتائجها ان اتنين من الصحابة اختلفوا مع بعض، سيدنا علي وسيدنا معاوية. اروع وصف في الدنيا في كتب العلم لسيدنا علي بن ابي طالب، لما تجيب كده كتاب عن مناقب سيدنا علي، اروع وصف لسيدنا علي بعد ما كان من كلام النبوة طبعا، اروع وصف قيل في حضرة معاوية. حافظين وقع اسمه ايه الراجل؟ ها؟ ضرار. ضرار ايه؟ ايوه، ضرار. هذا دخل على معاوية بعد ان وقعت الفتنة واستعرت واشتعل وحصل اللي حصل، فمعاوية شاف ضرار وهو يعلم انه حبيب سيدنا علي وان سيدنا علي حبيبه وانه من اقرب الناس الى علي ويعرف ما كان عليه علي. شوف بقى حب المؤمنين لبعضهم، حب سيدنا معاوية لسيدنا علي. قال له يا ضرار صف لي عليا، يا ضرار صف لي عليا. فسيدنا ضرار امتلأت عيناه بالدموع، لم يبكي، لكن تعرف لما العين تغرق
دموع ولا تنهمر، وقال أعفني يا أمير المؤمنين. فين؟ أصل لو قال كلام، هيقول كلام لواحد كان بينه وبين علي قتال، هيقول كلام، يقول كلام كويس قوي، تبقى كأنه كرابيك نازل على العدو. قال له أعفني يا أمير المؤمنين، فأصر معاوية، قال له لازم تقول. فقال ضرار مع معناه أما وقد عزمت علي فإنه، وقال كلام يا سادة، يا ليتني كنت أعيه من أوله لآخره حفظا ولعل فيكم من يحفظه. أنا هقول اللي أنا فاكره. قال له أما وقد عزمت علي فقد كان طويل الفكرة غزير العبرة، وكان يصلي من الليل حتى تتورم قدماه، ولقد رأيته في بعض لياليه قابضا على لحيته وهو في المحراب يصلي يتململ تململ السليم، يعني من لدغته حية، يقول كلاما معناه أيضا يا دنيا غري غيري، ويقول كان يقربنا وكنا نهابه. إيه اللي حصل؟ سيدنا معاوية بكى بكى وأجهش بالبكاء، بمعنى أن صدره بدأ يتحشرج من البكاء، وقال أما والله لقد كان كذلك. يا سلام يا سلام على من أوقعهم اليهود في فتنة، ثم يشهد كل منهم لصاحبه بالحق الذي هو عليه، بالحق الذي هو عليه. وأروع وصف التاريخ يختم عليه سيدنا معاوية خصم سيدنا علي بختم أما والله لقد كان كذلك. فين النهاردة؟ ولذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق وهو يتكلم عن عصر سوف يأتي، عصر سوف يأتي، ولم يكن عليه الصحابة آنئذ. هذا العصر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه ستكون بعدي أثرة أثرة، ويقول إذا رأيت، شوف يا إخواني، هوى مطاعا وشح متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه. عارف الكلام ده معناه ايه؟ ان الصحابة ما كانش عندهم اعجاب كل ذي رأي برأيه. يا سلام، ايوه كان يقول الرأي ولكنه لا يرزق الاعجاب به، بل يرزق الاتهام له. ولذلك تلاقيهم كانوا كده. النهاردة احنا قاعدين نعالج في نفسنا، في انفسنا التي هي بين جنبينا، ونقول عنها إن صالحي أيتها النفس اتق الله، فتجد شهوة الغيبة، شهوة السب، شهوة المنازلة. ما هؤلاء أبدا بالمؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل. وكان هذا أول درس من غزوة بدر. أيها الإخوة، نزلت سورة الأنفال لتقول للمسلمين بعد أن حسمت قضية الأنفال بينهم، وبين أن ردتهم إلى القضية الأصلية، ولولا ضيق المقام لاسترسلت مع هذه القضية الأصلية، ولكن يكفيني أن الله تعالى لم يقل والمؤمنون والمؤمنات يجب أن يكون بعضهم أولياء بعض، وإنما قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. بمجرد الإيمان تقوم الولاية بين المؤمنين، فإذا فقدت الولاية فقدت عروة كبيرة من عرى الإيمان. هناك تلازم بين الإيمان وبين الإخاء. فبعد أن نبههم إلى هذا التلازم قال لهم، وخلوني أعبر أنا بقى بتعبيري، أقول لك تعالوا بقى نتفاهم ونشوف يا ترى الأنفال بتاعت مين بصحيح، بتاعت دول ولا دول ولا دول. تعالوا نتحاسب. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، صح ولا لأ؟ صح، كانوا كارهين. يبقى أنتوا ما كنتوش عايزين تخرجوا يعني. طيب، نمرة 2، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. حصل جدال ولا لا؟ أيوة حصل.
كويس، يعني انتوا ما كنتوش عايزين تخرجوا ولا نيتكم ولا اقتراحكم ولا حاجه. طيب، واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم فاذا بكم تودون تحبون ترغبون تتعلقون بان غير ذات الشوكه هي التي تكون لكم. مش عايزين قتال، عايزين قافله، صح ولا لا؟ صح. يعني انتوا لو كنتوا عايزين تخرجوا كنتوا بتجادلوا وعايزين القافلة مش عايزين قتال. طيب، ربنا بقى كان يريد شيئا آخر، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. المعركة جاءت تعبيرا عن مشيئة إلهية وليس عن مشيئتكم أنتم. وبعدين تعالى، مش دي المشيئة؟ طب قول لي والله ده القرار يا عمي، ده القرار اللي كان قبل المعركة ما تبتدي. إنما بصراحة لما بدأت المعركة إحنا يعني كنا رجالة وقاتلناهم وجبنا الغنائم وحمينا عرين الرسول عليه الصلاة والسلام وعملنا وسوينا. أيوة، إرادة القتال كانت إرادة إلهية أساسا فعلا، ولكن نحن استجبنا لها. الفاظ تعالوا لما جاء التنفيذ بقى في مرحلة إرادة القتال لم يكن لكم أي دخل. أيوة فعلا، في مرحلة إرادة القتال لم يكن لنا دخل. طب تعالوا في مرحلة التنفيذ، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. صح ولا لا؟ صح. وما جعله الله إلا بشرى. أيوة، ولتطمئن قلوبكم المرتجفة الخائفة دي. أيوة، ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وبعدين أنتوا كنتوا خايفين إذ تستغيثون ربكم. شوف الخوف لما يصل لدرجة الاستغاثة، ومع ذلك إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. صح ولا لا؟ حقيقة فعلا صح، فعلا احنا حسنا بالأمن لدرجة ان احنا نمنا. والحكاية دي غريبة يا اخواني، غريبة جدا. الانسان لما يبقى تعبان تعب شديد ربنا ينجيكم من كل سوء، لكن لما تبقى تعبان تعب شديد وراجع بيتك ساعات حتى لو جعان ما تصدق تحط جسمك على اللي بتنام عليه بقى، اذا كان سرير ولا مش سرير، حط جسمك خلاص ما بقتش موجود. لكن الذي يقض مضجع التعبان هو الهموم والخوف. كل ما يفتكر ان هو نايم وانه في شق في الغرفة فيه ثعبان يخرج بالليل تلاقيه امه انطفت برغم التعب الشديد. فتعالى، ناس كانوا قليلا المستضعفين يخافون ان يتخطفهم الناس، يخافون ان يتخطفهم الناس. في هذا الوضع جيلهم ثلاث أضعافهم بعدة كبيرة، ومع ذلك جيلهم الأمن وبيناموا. وعلى فكرة في غزوة أحد حصل نفس الحكاية، إنهم كانوا عندهم أمن غريب لدرجة إنهم كانوا ينعسوا كده، هم قاعدين ينعس. حاجة عجيبة حصل ولا لا؟ قالوا أيوة حصل حقيقة. يعني إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، ولما نمتوا حتى تستيقظوا وفيكم شيء من الخفة والمرح ومن السكينة النفسية ومن الراحة، وأنتم نائمون رأيتم رؤى مما تبهج الغرائز، فتحركت الغرائز فقمتم محتلمين. ناموا فرأوا بعض الرؤى وهم بعيدون عن أهليهم وذويهم، قاموا ورأوا رؤى ثم قاموا وهم محتلمون يريدون الغسل. فقاموا وقد أدركتهم سعادة ما رأوا، وقد أصابهم بأس أنهم أصبحوا جنبا. قالوا طبعا نخش، ما كانش نزلت الأول لسه فرضية التيمم، قالوا نخش المهرجة وإحنا جنب نموت جنب كمان، ولا نصلي ولا تذبها. فأنزل الله عليهم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب رجز عنكم رجز الشيطان. صح ولا لا؟ وبعدين كلام ده كمان عشان يربط، انتوا اخترتوا زي ما الحباب بن المنذر اختار موقع الجيش عند البير، لكن اخترتوا بير بدر عشان المية. مكان البير فعلا متوفر فيه المية وهتقدروا تشربوا العدو لا يشرب، لكن الارض تغوص فيها اقدام الخيل، تعملوا ايه؟ فنزل الماء ليحول الارض التي تغوص فيها اقدام الخيل الى ارض متلبده. شوف الرمل لما ينزل عليها الماء تلبد، تبص تلاقي فعلا الواحد ما يقدرش يغوص فيها. انما الارض الثانيه اللي كانت بعيده عن بير الميه اللي كان فيها الكافرين ومظبوطه ومليانه كده صلبه، لما نزل عليها المطر اصبحت
الأتراب بقت بيسموها روبة أو وحلة، أو الوحلة ولا الروبة دي، خلاص ما بقتش العربية فيها لها أي قيمة. أصبح الكافرين على وحلة مش عارفين يتحكموا في أقدامه، صح ولا لا؟ أنتم أنزلتم هذا المطر أم أن الله هو الذي أنزل؟ قالوا يا ربنا. قال طيب، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. أنتوا كنتوا تقدروا تلقوا الرعب في قلوب الكافرين، ده هم ثلاث أضعاف وعارفينكم بالواحد، يقدروا كل ثلاثة يتلموا على واحد. مين اللي أصابهم بهذا الرعب؟ وتعلمون يا إخواني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفضل الله أمته من بعده، فالحمد لله الذي جعلنا من أمته، نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين، نصرت دون الأمم من قبلها بالرعب مسيرة شهر. أما تنوي تروح لواحد تحاربه يوم 15/6، من 15/5 يبتدي يترعش. الحديث كده، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. قول لي انت، ناس بقالهم 30 يوم مش عارفين يناموا من الرعب، ما تروح لهم هيحصل ايه؟ خلاص فاضل ايه؟ ماذا بقي؟ قوم يرتعدون منذ شهر ثم رأوك أمامهم وقد ذكروني بمنظر الفأر. الفار يبقى طلع فوق الحيطة وواقف عند السقف كده، وتيجي القطة بس من تحت تبصده، فيسقط الفأر من علم في مخالب القطة. الله ليه بتخليك فوق؟ هو خلاص مفصله ثابت، ما يقدرش. ده تبقى مصيبة كمان لو بدأت تناونو، كل ده من غير ما القطة تناونو، ده هي بس بتبصده. إنما لو أنها أصدرت مواء خلاص انتهى. وده سورة أنا يمكن شفتها في حياتي مرتين، مرة هنا في أحد الشوارع في الدقي في حديقة منزل، ومرة في قرية، ورأيت كيف أن الفأر لا يساوي شيئا إذا نظرت إليه القطة. بس هو بيقولوا أنهم الوقت يبقوا نصفين شوية، إنما يعني فعلا الفأر لا يساوي شيئا. تبص تلاقي القطة بعيدة عنه 10 متر يقف في مكانه، هو الأول بيفضل يجري، لكنه يظل في إذا شعر أنها تدركه يقف في مكان لحد ما تروح تخدم، أو يسقط من مكان مرتفع. فالرسول عليه الصلاة والسلام مما رزق به ونصرت بالرعب مسيرة شهر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. يروح لناس بنص يوم خلاص بيرتعد، انتهى الأمر، خايفين خوفا شديدا، زي في غزوة تبوك رايحين يحاربوا مملكة الرومان العظيمة، راحوا هناك لقوهم بيتنفضوا. بس هو بيتنفضوا من مين؟ من المسلمين إذا صدقوا. ولذلك جولدا مائير دي كانت رئيسة وزراء إسرائيل أيام حرب 73. جولدا مائير دي سأل سؤال، أنا الحقيقة كل ما أحب أقرر إجابته بحس بسعادة. هي بيقولوا لها طيب يا ست جولدا مائير، انت عارفة عندكم في كتابكم ان الدائرة في النهاية تدور لصالح المسلمين عليكم، ايه بقى اللي بتعملوه ده كله وانتوا عارفين الكلام ده في دينكم؟ قلت لهم لا 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 لا، الكلام ده مش على دول، الكلام الوارد في كتبنا عن جيل له صفات اخرى وخصائص اخرى من المسلمين، وجيل له صفات أخرى وخصائص أخرى من اليهود. أما الآن فنحن نفعل ما على جيلنا، اللي يجي بعد كده هو حر يتصرف. إنما يعني إذا أقرت أن العاقبة المسلمين. أيها الإخوة، المهم أنا لن أسترسل مع الآيات، ولكن ارجعوا أنتم إليها في أوائل سورة الأنفال حتى تصلوا إلى قول الله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. فدلت الآيات على أن الذي جاء بالنصر هو الله، وأن المؤمنين لم يكن لهم إلا أنهم يقولوا يا رب. ف
فمن الذي له الأمثال؟ إذا كانت الأمثال من نصيب من أتى بها وأتى بالنصر، فإن الذي أتى بالنصر وأتى بالأمثال هو الله رب العالمين. ولكني أقف مجلا لهذه الأمة التي لم يحدث بينها أي خلاف، أو لم يحدث أن شهر بعضهم ببعض فخرجت أمة متماسكة على هذا النحو. أيها الإخوة الأحباب، نحن تحدثنا عن مقدمات غزوة بدر، وتحدثنا عن أحداثها، وتحدثنا عن أعقابها، وأظن أنني تحدثت في الأسبوع الماضي عن الأسرى. تكلمنا عن الأسرى، تحدثنا عن الأسرى، وتحدثنا عن الأمثال، وتحدثنا عن دفن جثة الموتى، وتحدثنا عن الغنائم والأنفال وعن الأسرى وما إلى ذلك، وتحدثنا عن تعليم 10 من أبناء المسلمين، وانتهت بذلك ملحمة من أعظم الملاحم التي دخل فيها المسلمون، ورجع جيش الكافرين يجر أذيال الخيبة، واشتهر لأول مرة في الجزيرة العربية كلها أن محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم، الذين كان يقال عنهم إنهم شرذمة لا يساوون شيئا، وإنهم خرجوا على دين آبائهم وسفهوا أحلامهم وخرجوا على دين قومهم وطردناهم ولا طلعوا برا، لأول مرة أصبح محمد لا يتحدث عنه على أنه رجل خارج عن قوم، بل عن أنه دولة لها سلطة ولها سطوة ولها شوكة. وإذا كنا من قبل محمد صلى الله عليه وسلم يهدد خط التجارة في رحلة الصيف بين مكة والشام، فإنه بعد غزوة بدر لا يهددها، بل قد قطعها تماما، وأصبح كأي دولة متحضرة في العالم تستطيع ألا تعطي تأشيرة دخول أو تأشيرة اجتياز عبر أراضيها لمن تشاء. أصبحت هذه دولة ولها حما ولها حدود، ولن تجعل أعداءها يمرون من داخلهم. أصبحت هناك حقيقة على الأرض اسمها لا إله إلا الله محمد رسول الله. غزوة بدر هي أول مرة تصبح فيها كلمة شهادة التوحيد حقيقة على الأرض في مواجهة الناس كلهم. ولذلك بدأ يحصل التودد، وبدأ يحصل ما سوف نتحدث عنه إن شاء الله في المرات القادمة، والله المستعان.